my beautiful people, ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير والحمد لله وفي صحة جيدة وبيانفوني دون دو نوفيل فيديو. فيديو اليوم راح يكون على كيف نجبدو ولا كيف نجاوبو على سؤال اللي قلنا اوجد معادلة المماس للمنحنى. على بالي اولا بلي عندي بزاف ما حطيت لكمش دي فيديو في اليوتيوب وعلى بالي بلي على بالكم نتوما ثاني الظروف اللي كنت نمر بها وباللي جدتي الله يرحمها توفات. هذا صعب عليا شويه الوقت باش نعاود نرجع لليوتيوب نحط لكم دي فيديو كيما بكري. دونك اونفان استرجعت شويه قوتي وقدرت ندير لكم فيديو تاع اليوم. بلا ما نطول عليكم اليوم عندنا بكالوريا 2017 اللي هي بكالوريا جديده. حبيت نجيب لكم بكالوريا جديده واللي انا شخصيا اجتزت البكالوريا هذه. في البكالوريا تاع اليوم قلنا بلي رايحين نتعلموا كيفاش نكتبوا معادله المماس ونكتبوها بطريقه صحيحه معناها تخرجنا صحيحه ما تخرجناش غلطه. احنا ماذا بينا الخدمه تاعنا تكون بروبر ونديو عليها العلامه الكامله. دونك ننطلقوا باذن الله. البكالوريا تاع اليوم مانيش راح نحللها لكم من الاول حتى الاخر. رايحين نروحوا ديريكتومون للسؤال تاعنا اللي قلنا اكتب المعادلة لتي المماس للمنحنى سي اف عند النقطة ذات الفاصلة واحد. وعطانا من الاول هنايا معادلة تاعنا ولا الدالة تاعنا اللي هي اف لي اكس تساوي 2 ناقص اكس مربع وسيت واحد ناقص اكس. اولا حبيت نعطيكم المعادلة اللي نجبدو بها معادلة المماس واللي هي واش تقول ايكراك جو سي با راكم تشوفوها. سمحوا لي دقيقه هكا جو بونس بلي خير. ايكغاك تساوي اف بريم لاكس فتحه مضروبه في اكس ناقص واحد زائد اف لاكس فتحه. هذه لازم ماشي تحفظوها ولكن تفهموها. كي تفهموها رايحين تشفاو عليها وهذه هي اللي تقدروا تحلوا بها معادله المماس. او اننا نلاحظوا رانا نشوفوا باللي واش نسحقوا باش نلقاو معادله المماس لازمنا المشتقه ولازمنا الداله بينما الجزء هذا راح يكون ثابت في المعادلات كامل. اولا رايحين نروحوا نجبدوا المشتقه والداله تاعنا واش هي. قلنا باللي الداله اف لي اكس تساوي راه عطاها لنا 2 ناقص اكس مربع مضروبه في اسيه 1 ناقص اكس. راح نشتقوها عادي اف بريم لاكس تساوي لازم نعرفوا بلي عندنا هنايا ضرب دالتين الداله اكس مربع والداله الاسيه. وعلى بالنا بلي المشتقه تاع ضرب دالتين هو مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول. راح نشتقوا عادي. اولا مشتق عدد طبيعي دائما يروح بالصفر. نشتقوا الثانيه عندنا ناقص اكس مربع. ناقص اكس مربع المشتق تاعها هي ناقص 2 اكس. قلنا مشتق الاول في الثاني تما هذه رانا اشتقيناها نضربوها في الثانيه مضروبه في اسيه 1 ناقص اكس زائد مشتق الثاني في الاول. مشتق الثاني وش هو؟ مشتق ما بداخل الاس في الاسيه كيما راهي في الاسيه كيما راهي. تما مشتق ما بداخل الاس تما نشتقوا 1 ناقص اكس. مشتق 1 ناقص اكس هو ناقص 1 زائد ناقص 1 قلنا مضروبه في الاسيه كيما راهي في اسيه 1 ناقص اكس. هذا كامل تما مشتق الثاني في الاول مضروب في ناقص اكس مربع. نورمالمون تكون سهله وراني مشيت لكم خطوه بخطوه. درك نبسطوا ناقص 2 اكس في اسيه 1 ناقص اكس زائد عندنا ناقص في الناقص تعطينا زائد زائد تسمى النتيجه هذه عدد موجب 1 في الاسيه اسيه 1 ناقص اكس. اكس مربع نورمال نكتبو تما هنايا اكس مربع. راني عاود جبدت هذه برك ضربتها في هذه وحطيتها الاولى اكس مربع اسيه 1 ناقص اكس. راني نمشي بالعقل خطوه بخطوه سيرتو باش الناس اللي تفهم بالعقل تبعني وتهز الطريقه الصحيحه. واش نديرو؟ نشوفو بلي عندنا هنا عامل مشترك اللي هو الاكس في الطرفين. حين نجبدو اكس عامل مشترك كي نجبدو اكس عامل مشترك من الطرف هذا واش يبقى لنا؟ ناقص 2 اسيه 1 ناقص اكس.
زائد كي نجبدو x عامل مشترك من هنا وش يبقى لنا x أسيت واحد ناقص x. نزيدو نشوفو باللي عندنا الأسية راهي عامل مشترك في الطرفين، نزيدو نجبدو الأسية عامل مشترك تساوي هذا كامل باش نبسطو على روحنا x مضروبة نجبدو الأسية من هنا تبقى لنا ناقص 2 زائد x تبقى لنا x هنايا كامل مضروبة في أسية واحد ناقص x وهذه هي المشتقة تاعنا. درك المشتقة واش رايحين نديرو؟ رايحين نعوضو فيها الإكس اللي عطاه لنا في الدالة. قال لنا سؤال، ها نعاودو نرجعو للسؤال تاع المماس. اكتب المعادلة تي للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة واحد. راهو ديما يعطينا الفاصلة، والفاصلة هذيك هي اللي رايحين نعوضوها هنايا في المشتقة. رايحين نعوضوها هنايا، تبعوا معايا، رايحين نعوضوها هنا. تما نحسبوا اف فتحة لواحد ونحسبوا اف لواحد. مثلا عطانا 6، قلنا احسبوا عند النقطة التي فاصلتها 6، نحطوا هنا نعوضوا بالستة ونعوضوا بالستة ونحسبوا. نعوضوا في المشتقة تاعنا اف بريم لواحد، اف بريم لواحد تساوي عادي كل ما نلقاو اكس نعوضوها بالواحد. تسمى واش يكون عندنا؟ واحد مضروب في ناقص 2 زائد واحد، الكل مضروب في أسية واحد ناقص واحد. أسية صفر تسمى هنا أسية صفر، أسية صفر وش هي؟ واحد. تسمى كلش مضروب في واحد، مضروب في واحد من هنا ومضروب في واحد من هنا. تسمى واش تبقى عندنا؟ ناقص 2 زائد واحد تساوي ناقص واحد مضروبة في واحد ناقص واحد. تسمى اف بريم لواحد تساوي ناقص واحد. رانا لقينا أول حاجة باش نعوضوها هنايا في المعادلة تاعنا. ثاني حاجة واش راح نديرو؟ راح نحسبو اف لواحد باش نعوضوها هنا. راهي عندنا هنايا الدالة تاعنا، وين نلقاو الاكس نعوضوها بالواحد. تسمى واش تولي عندنا؟ 2 ناقص واحد مربع مضروب في أسية واحد ناقص واحد. قلنا أسية واحد ناقص واحد تسمى أسية صفر، هذه كامل راهي واحد. تما واحد مضروب في واحد مربع، واحد مربع ديما يبقى، اسمحوا لي هنايا واحد مربع يبقى واحد مضروب في الواحد تما واحد. تما واش تولي عندنا؟ 2 ناقص واحد وتساوي واحد. تما واش عندنا؟ لقينا باللي اف بريم لواحد تساوي ناقص واحد، واف لواحد تساوي واحد. لقينا كامل واش نسحقو باش نروحو نعوضوه في المعادلة تاعنا باش نلقاو معادلة المماس. تولي عندنا إكراك تساوي اف بريم لإكس فتحة مضروبة في إكس ناقص واحد، قلنا بلي الجزء هذا راهو ثابت يبقى ديما ثابت، زائد اف لإكس فتحة. نعوضو بالمعالم تاعنا وتساوي اف بريم لإكس فتحة واللي هي اف بريم لواحد واش تساوي؟ ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص واحد زائد واحد وتساوي ناقص واحد في الإكس ناقص إكس ناقص واحد في ناقص واحد زائد واحد زائد واحد وتساوي ناقص x زائد 2. هذه هي الإكراك تاعنا، هذه هي معادلة المماس تاعنا. إن شاء الله تكونوا فهمتوها وعرفتوا الطريقة وتطبقوها خطوة بخطوة بتركيز وبتمعن عفوا باش تخرج لكم النتيجة صحيحة وتقدروا تكملوا بها التمرين تاعكم. ترسموا معادلة المماس، ترسموا المماس تاعكم ومن بعد تشوفوا اسكو راهو كيجي فوق سي اف ولا تحت سي اف ولا يقطع سي اف. المهم انا حبيت نعلمكم هذه الطريقة صحيحة باش تجيبوا العلامة الكاملة فيها وما تودروش نقطة ولا نص نقطة ولا 0.75. اي حاجة صغيرة راهي عندها فايدة باش تعاونكم باش تحصلوا على علامة جيدة في مادة الرياضيات. ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم وتشتركوا في القناة وتحطوا لي دي لايك ولا دي كومونتير باش تعطيوني افكار على الفيديوهات القادمة. الى اللقاء، تهلاو في روحكم بزاف.